السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناه اميره ان دويتشلاند. اليوم ان شاء الله جوله في محل اكسيون كما العاده، الجديد تخفيضات ولايف شوبينغ. خصكم مستحيل تدخل هذا المحل وما تحطش فيه البانكاك. غدا نبداو على بركه الله بالقسم ديال الاطفال، وغادي نمشيو لهاد البلاصه هادي. هادو البنات كيتسموا بالالمانيه فلاشن بورستي، يعني اللي كنغسلوا بهم البيبغون. كما تتشوفوا صراحه بانوا لي مشنت فين هذوك ديال الدائم، جاوني حسن. الثمن ديالهم اورو 11 في الغوز او في الزرق. بالنسبه لهادو الوليدات الصغار قال لك منها زعما يغسلوا به سنينات من صفر البنات، ما كنظنش لانهم عرفتوا راه يقدروا يعوروا ريوسهم. انا جاوني بهذاك المهم، ولكن العضال مزيان. ورغم ذلك انا ما نشريش مثلا هذه لبنتي، واخا 85 سنت وجوج في الباكيه كما تتشوفوا. كاينين هاد الكؤوس هادو ديال شريب الماء، شريب العصير، شريب الصوبه. فكما تتشوفوا تيدخلوا الميكرو اوند كاتبين، والمهم شحال من حاجه تيديروا جوج اورو 12 اخواتي. وكان الزرق والغوز. لقيت كذلك هاد بيبي لاتسيان الرياقات، حنا تنقولوا اليوم في المغرب، 3 اورو 69 جوج الباكيه قطن. ميكي ماوس، ميني ماوس، كانوا الوان متعدده، الغوز، الشويبه والازرق. البنوتات والوليدات هادو سامبل، تاهما جوج في الباكيه كيديروا جوج اورو 79. لقيت عاوتاني البنات جابوا لينا الكسيوات ديال لي بيبي، هاد المره كان الاختيار كتير بزاف، 4 اورو 95 كادو مبرع البنات المغرب. فكما تتشوفوا الا كانت يلا شي وحده غادا تولد، هانتوما جوج من شهرين لست شهور، كاين من صفر لشهرين. والالوان البنات شوفوا شحال كتحمق هذه عاوتاني، يا سلام يا سلام، كادو مبرع ياكل البنات. ورخيص الله يلا، ثمن مناسب، راه كاتبين قطن. بالنسبه للالوان اخرى بحال مثلا هذا، ولكن احسن حاجه عجبتني هو الزرق والشويبه صراحه، التيب توب. غادي نمشيو لهادو اللي كيتسماو بوكس انتوك، ولا المهم انتو اوفيرال انا غادي نسمي. المهم كما تتشوفوا هادو هما الالوان اللي كاينين اخواتي، كي جافكم من شهرين لست شهور. كاين في الكري، في الزرق، في والله الا كانت السلعه موجوده يعني بحالها، تيقولوا الناس الا كنتوا غادي المغرب هزوا كيلو من هادشي. بالنسبه ليغينز لقيت غير هذه باكيه وحده، يعني من 6 شهور ل 12 هانتوما الدنيا خاويه، 3 اورو 49. ولقيت هادو البنات هما فنين كما تتشوفوا، الثمن ديالهم 4 اورو 95، وكان الغوز وكان هذاك الكري واللون الازرق. ولقيت كذلك حتى دي بلانكيت هما لي زور نسميوهم، 4 اورو 79، 100% قطن كاتبين. وكان لقيت انا غير الخضر البنات، المهم 80 في مترو 5، غير الكري وهذاك الخضيضر الزويون، صافي هادشي اللي لقيت. لقيت كذلك هاد اللعيبات هادو الوليدات اللي يلاه تيبداو يعضوا بسنيناتهم وداكشي، المهم تيبقاو يلعبوا بهادو. المهم البنات انتوما كيديروا جوج اورو 99، نبدا نشرح ليكم. انا غادي نمشيو دابا لحاجه حتى هي واحده اخرى عجبتني، اللي هما هادو اللي كيداروا في هذوك البلاستيكه ملي كتبداي تبدلي البيبي، كانوا الوان مختلفه. اللي مميز فيهم هادو ان فيهم فوطه الوسط وليزار مخيط، يعني بحال نقولوا فوطه مع ليزار مخيط كديري فوق هذيك ديال فين كتبدلي البيبي. فصراحه زويونه والله الا زويونه البنات، ثمن جوج اورو لا 3 اورو 29. غادي نمشيو دابا لهادو ديال الناموسيه بالنسبه للاطفال الصغار، حيت القياس راه باينه هو مترو 20 في 60 كما تتشوفوا، كانوا الوان مختلفه. الا كنتو تقلبوا عليهم البنات هما راه غير بجوج اورو 79، وكاتبين فيهم انهم اقطن. غتنستغل الفرصه نشارك معكم هادو البنات اللي 100 في الباكيه، عباره عن دي بلاستيكات كديروا فيهم الحفاضات، حاشاكم وتطرموهم في الزبل. 99 سنت اخواتي، الثمن جد مناسب، حيت ديال بيبي لوف كدير اورو 45، فقلت نقولها لكم. غادي نمشيو للقسم ديال السفر اخواتي، فلقيت هاد الفوطات اللي كيتباعو حتى في ديكاتلون، المهم تينشفوا البشره، تقدروا ديروهم مثلا في الرياضه خاصه. انا شريت وحده الاميره، فالبنات تحتاجوهم الوليدات ملي كيبقاو يديروا الرياضه في المدرسه كيحتاجوا لهاد الفوطات خاصه. لقيت هادو البنات اللي زوينين وقلت نشاركهم معكم، الثمن نخليه لكم هنايا حيت ما لقيتوش تما اللي كنديروا فيهم الصبيبطات،
سبعي بطاط وغادا تسافري، فكانوا الوان مختلفه. غادا نمشيو لهاد البلاصه هادي نشاركها مع الامهات اللي غادي يدخلوا وليداتهم سواء الكينداغارتن ولا غادا تدخلي الطفل ديالك المدرسه، غادا تحتاجوا البنات هادي الا ما شريتيهاش في الشكاره، حيت كتكون بعض المرات في الشكاره. فالمهم ها نتوما البنات راه كدير جوج اورو قلت لكم، اللي مهم واللي عجبني بزاف انه كاين هذيك التيكيته لاصقه، يعني تكتبي فيها سميه الكنيه الى غير ذلك. انا يعجبوني فخديت منهم الاميره ليها واللي عزيز عليها. الثمن بالضبط هو 2.49 أورو، وكانوا الوان فنين بحال الزرق الغوز المهم الوليدات البنيوتات وباو باترول هذاك الشيء الرسوم اللي كيعجبوا الوليدات بصفه عامه. اكيد البنات لي تخوز الادوات المدرسيه راه ولاو تيبانوا في عده محلات، راه ماشي غير اكسيون، شفت حتى بيني وشفت المهم من دابا بداو توجدوا لوليداتكم المقيسات وداك الشيء. المهم ان شاء الله الفيديو قريبا على الدخول المدرسي. بالنسبه لي كادغ ها نتوما اخواتي كاين الذهبي وكاين الاسود، مبدلين غير الالوان ولا هذاك كيفاش نسميهم هذوك الرسوم اللي كاينين لداخل. 3.99 أورو الصغار و 5.99 أورو الكبار. بالنسبه للشموع هادو عاودوا جابوهم اخواتي، انا فايت عقله شاريه من هاد، ما بقيتش عاقله على اين لون، ويمكن زادوا الغوز يمكن. المهم الثمن ديالهم غير 69 سنت وزويونين سوس، والله الا زويونين سوس. المهم انا تعجبني هادشي هاد التويشيات تعجبوني. القيسوم كذلك مره اخرى جابوا هادو، هذيك المره كنت لقيتها وحده، وشوفوا البنات دابا لقيت لكم الالوان الاخرى، قلت نوريهم لكم حتى هادو. وتنشكر واحد البنت من هذا الفيديو قالت لي الا مديري هذه ديال هاد الشميعه ديريها لهذيك ديال البخور، يعني ديري داك العين. المهم انا غادي نحط لكم واحد الصوره هنا وتنديرها في الجريده البنات بالبان الذكر، الا بغيتوا تطردوا الناموس وتدوزوا واحد عشيه تكون والله الا ملي تنكون تناكل تنطلق هذاك البخور باش يبعد مني الناموس ناكل على خاطري، والله الا تنفعاتني. نشكرك بزاف، يعني ما بخارة بثمن 2.99 أورو وبخير. شكرا شكرا. القيس هادو اللي الثمن ديالهم 2.79 أورو كاينين في اللون الذهبي وكاينين في اللون الاسود. البنات تنظن ان هادو بحال ولاو عراضين، كانوا شويه لهاد ستيل انا شايفه، ولكن جاوني بحال داروا لهم حجم XXL وما نعرف. القيس هادو تا هما صراحه عجبوني وما عجبونيش، انا عندي تحفظ مع هاد 2.48 أورو وكانوا الالوان مختلفه، غادا نشاركهم معكم، ولكن كاينين اللي كيعجبو انا متاكده واحد الماتيريال شويه قاصح. بالنسبه نمشيو لبلاصه الاواني اخواتي، القيس هادو جداد، هادو شحال هذا ما جيت لاكسيون راه واقيلا شي جوج سيمانات ياكل البنات. المهم هادو هما الالوان اللي كاينين، الثمن هو أورو 29 صراحه استبانوا زويونين، ولكن انا تجربتي مع هادو بصفه عامه اللي عند هذاك الشطروهالم كيتسمى تجربه فاشله، يعني ما تنشريهم وتندم، نقولها لكم بكل صراحه تنشريهم وتندم، تيبقاو معمرين الدنيا وما تنشربش فيهم، ولا تنشرب فيهم واحد الوقيته صافي تطلعوا ليا في راسي. غادا نمشيو دابا عوساني البلاصه هنايا فين الاواني ونشوفوا شنو واش كاين شي جديد. هادو ديال مارميلاد ديال كونفيتور دغيا طارو، دابا كلشي كيدير الكونفيتور اكيد، 89 سنت الثمن ديالهم. بالنسبه لهادو جابوا هادو اللي ديال لي سوب، فالثمن ديالهم 99 سنت، يعني كانوا الاخرين هذا دابا جابوا الغارقين شي شويه. غادا نمشيو دابا البلاصه ديال البلاستيك اخواتي، اش نقول لكم عرمت البلاستيك مع دابا البيكنيك وداك الشيء، طبيصلات كيسان هانتوما كيما تتشوفوا 89 سنت. المهم الثمن ديالهم بصراحه جد مناسب، هادو ديال لي صالات أورو 89 وهادو حتى هما صغارين عليهم شي شويه 69. دائما مع داكشي ديال البلاستيك اخواتي، البلاصه هادي اللي فيها داكشي ديال البيكنيك غادي يبانوا لكم هاد البلاطوات، الثمن ديالهم أورو 28، كاينين حداهم هاد الكؤوس الثمن ديالهم 89، وهادو ديال لي صالات كبارين. وشوفوا لي البنات هادو اللي تيبانوا والله الا تقولوا زاج، انا راه ملي شفتهم يعني في الواقع والله الا تحلفوا عليهم زاج، فكما تتشوفوا هانتوما لي شوس ديال السلطه ديال الزلايف، هانتوما البنات شوفوا لي والله الا تقولوا ياكو زاج 79. المهم الثمن ديالهم راه مناسب حيت غير بلاستيك اكيد، يعني ماشي زاج ديال بصح. والله الا مصروعين صراحه، عجبوني بلاطوات اخرين، ولكن الالوان اللي عجبتني الفكره والالوان اللي ما عجبتنيش هادو البنات. شوفوا والله الا زويونين، الثمن ديالهم 3.52 أورو، كانوا اشكال مختلفه، غير هو اللون مازال هذا كوميم، الاخرين جاني داكشي
ما عرفتش انتم قولوا لي رايكم. 3 اورو 52 اخواتي. غدا ندوزو هاد الكؤوس اللي عجبوني صراحه البنات ملي شفتهم، 69 سنت. شريت 4 وندمت على شريتهم. غنقول لكم السببين، الاول تهرس ليا واحد بعدا في الطريق لان خفيف هذيك الزجاجه ديالو، ثانيا واحد ملي كديرو في الاخر كي صعيب جدا تجبدي لانهم موجين، فلهذا فلوب انا بالنسبه ليا. بالنسبه لهاد المعلقات الفراشاط وكاين الماس 4 في الباكيه كيديروا اورو 49. وباش غادي يعجبكم ولا تيعجبني انا شخصيا، انا ولا تيحمقني اكسيون 89 سنت البنات 5 في الباكيه، يلا سيروا وروني شي بلاصه فيها بهذا الثمن. المهم ندوزوا لحاجه اخرى، تشوفوا بلاصه ديال المخيدات شنو لقيت. غادي يعجبكم الحاليه، كادو نتوما عجبوكم الاغلبيه يعجبوهم. شوفوا البنات زادوا لينا واحد اللون واحد اخر غزال تيحمق في الغوزه البنات. والله الا عجبني هذا ان شاء الله نديرهم في بيت اميرتي. انتم البنات لقيتها جوج للاسف الشديد. والله الا للاسف الشديد، دائما خاص الواحد يحنصص مزيان مزيان، كيزيدوا الوان كينقصوا اللوينات، ف شكون عجبني الحال. المهم هاد المخداد ورا عاودوا جابوهم زادوا شي لون الله اعلم 4 اورو 79. حكا البنات هادو الثمن ديالهم ما بقاش خصكم عاقله 3 اورو 29. دائما مع الجديد اخواتي. لقيت هاد الكراسه كيتسمى بالالمانيه سيسن، كانوا في الاونين والثمن غادي نخليه لكم هنا حيت ما لقيتوش تما. نعم غادي نمشيو للبلاصه ديال لي فاز، وهي تعجبني وعجبتني هاد الكورب اللي فيها ثلاثه ديال القنينات كديروا فيهم الماء والوريدات وحطهم فوق الطبله وشي غداء رومانسي البنات. وحتى هادي 2 اورو 37، هادي فيها هادوك اللي في البلاستيك ما عجبتنيش على عكس الكورب الاخرى عجبتني فكنت شريتها. بالنسبه لهادو كيديروا 2 اورو 99. لقيت هادو حتى هما بغيت نشاركهم معاكم، ديروا فيهم خويتمات ولا شي حاجه، المهم تراديسيونيل كيديروا اورو 72. هادي باقا عاقله عليها كانت، ولكن الاخرين البنات جاوني جداد الله اعلم. مشيت لبلاصه المنتوجات التجميليه، وحتى البلاصه اختكم عزيز على تبقاش هنايا بالي يد معجون الاسنان، شكراتو لي واحد الاخت، ماشي واحد الاخت صراحه، بزاف البنات في الانستغرام ديال لتا البنات، غادي نصيفطو للام ديالي وترد علينا هي الخبر تقول لنا واش زوين ولا طوب ولا فلوب. بالنسبه لهاد الجوارب ديال القدمين شريتو هذا باش نجربو حتى هو ونقول لكم زوين ولا خايب، بالي جديد وما نعرف. بالنسبه للماسك واحد اخر هذا ما شريتوش، جاني غالي 50 سنت غلا، يعني هذا جاني غير زواق ديال سندريلا كما تشوفوا ديزني. بالنسبه لديزني كاينين عده منتوجات، لقيت العطور ديال ديزني بالنسبه للبنيوتات الصغار، انا ضد اخواتي العطور البنات صغار كاع، الا شريت لبنتي شي وحده غادي نقولها رشيها في السماء، وما نبغيش لانه المكونات ديالهم تتكون خايبه بزاف، وشميتهم كاملين البنات هذوك زيرو، ريحتهم قاهرة قاتلة ما عجبتنيش انا رأيي الشخصي، مسألة اذواق هادشي ما المنظر ما عندي ما نقول، ولكن الريحة ديالهم بعدا اصلا فلوب، يعني بلا ما نقول لكم بلا ما ديروها لوليداتكم بنيوتاتكم. بالنسبة لهاد العطور اخواتي شكراتهم لي واحد الاخت فمشيت شميتهم كاملين، والله الا مسألة العطور البنات نقول لكم راه مسألة اذواق والاذواق لا تناقش، انا ما عجبتني حتى وحدة فيهم، وحدة فيها شوية ريحة العود، يمكن هاد كاشمير كنظن اللي في الموف، ولكن ماشي داك العود يعني، المهم معطر تقدروا تستعملوا، انا بعدا ما عجبونيش رايي الشخصي والصريح. بالنسبه لهادو جاوني جداد وما نعرف، المهم سلسله كاينه اللي فيها الكيراتين كاين اللي فيها ارغان اويل، صراحه البنات والله الا من ناحيه المكونات شحال من حاجه عجبتني، ولكن ما عرفتش انا عندي تحفظ مع المنتوجات ديال اكسيون صراحه، نقول لكم ما عرفتش تيجيوني جربت شحال من حاجه جاتني فلوب، فقلت بلا ما نبقى نضيع فلوسي في داكشي ديالهم. غادي نمشيو دابا اخواتي التخفيضات اللي كاينه هذا الاسبوع اللي تتبدا من يوم الاربعاء الى يوم الثلاثاء البنات، غادي نخلي لكم من امتى حتى لامتى. فباش نبدا لكم داليكم بهداكشي ديال الوليدات الصغار الكيندرغارتن البنات تحضيرات وداكشي، كاين هاد الغوكساك كيدير 3 اورو 99. بالنسبه للزرق الوليدات مثلا هاد اللون للبنيوتات صراحه الثمن جد مناسب وجودتهم والله الا كتبان مزيانه، الموضوع ديال هادشي كامل هما لي زيموتيكون داكشي اللي كاين في انستغرام وفي الواتساب والى غير ذلك. كاينه هاد لاطروسه هادي الثمن ديالهم مابقيتش عاقله لا اورو 59 اخواتي، هادو راه تقدروا حتى هي ديروها في هذيك شول تيوتي، بزاف البنات كي
كيسولوني. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو بحال الكيشينك هذيك ديال الكادو ديال عيد الميلاد، شنو درنا فيها تا شول تيتي نقدر لا ماشي نقدر ان شاء الله باذن الله ندير لكم فيديو شنو تقدروا ديروا فيها، وندور لكم على المحلات كما العاده. فهادو شتامبل عاوتاني تا هو الثمن ديالهم مناسب. لي كورب كان في البيض الكري وفي الكحل، هادو صغيورين كيديروا اورو 69، وكانوا ديفون ديكي هادو كيديروا 7 اورو 19 الصغار، والكبار كيديروا تقريبا شي 20 اورو. ودول الالوان اللي كانت هما هادو اخواتي الوان صيفيه ربيعيه زويونه بزاف. وبالنسبه لهادو كيديروا 2 اورو 88 حاليا، واللي كان عاوتاني في البروموسيون شي اشياء جديده بحال هادو كديروا فيهم العصير او الماء، الثمن ديالهم 3 اورو 99. وبالنسبه لهادو اللي معاهم شطخو هالم، الثمن غادي نخليه لكم البنات الا لقيتو لانه ما كانش تما. بالنسبه لمواد التنظيف حتى هما كان عندهم شي حاجات في البروموسيون بحال فيغنيل 2 اورو 58. بالنسبه للمنتوجات داكشي اللي كيحيدوا الطبايع بحال جافيل وش داكشي، المهم ها نتوما البنات الا عجبتكم نتوما شي حاجه اورو 45. انا شخصيا خديت هذاك اللي داير بحال جافيل اورو 75، هذا خديته باش نجربو ورد عليكم الخبر ان شاء الله. وكاينين هذوك الاوراق ديال دكتور بيكمان اللي قالك تيمتصو حتى هما الوسخ ولا ثلاثة في واحد، تيمتصو داك الوسخ قالك الا كان في الحوايج. المهم البنات كاينين هادو في البروموسيون دي باردور، خديت ليا جوج في البيض والفوطات، خديت ليا اللي في الغوص ديال الشطرامد يعني ديال البحار وداكشي، اكس ال طول 100% قطن مترو في 2 مترو، وكانوا كذلك حتى واحد الالوان اخرى داكشي ما عجبنيش الاخر هذاك اللي فيه. المهم انا راه عرفتوني عزيز عليا سامبل سامبل بحال هكا 90 في مترو 70 حتى هي الثمن ديالها 7 اورو فاصله. كانوا اخواتي هادو هما مشترياتي، ولكن غادي يبانوا لكم شي حاجات تقولوا الا ما وريتيهمش لينا في الفيديو، بحال مثلا البنات الفوغ هينغي. المهم كانوا بقاو 4 جوج مشيت نصور مره اخرى ما لقيتهمش، انا باقا عاقل على الثمن كيديروا 5 اورو البنات. هادو راه كانت تقلب عليهم اختي صديقتي بشرى العزيزه ساعه مسكينه ما لقاتهمش في اكسيوم اللي كتمشات، وكنت انا براسي درت فيديو لبقيتو عاقلين كنت قلت ليها ما كاينينش اختها، ولكن راه البنات راه كاينين تجيبوهم مره مره وكيديروا غير 5 اورو صراحه الثمن لا غلا على مسكين. هادو البنات ما وريتهمش ليكم ولكن راكم اكيد فايتين شايفينهم. ها نتوما البنات باش ماشي تقولوا بقيت نقول لكم شريت شريت وانا ما شريت والو، الكيسان راه خداو بلاصتهم. وهذا لانش بوكس حتى هو شريته ما وريتوش ليكم. المهم اخواتي ها هما مشترياتي، تنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.